تعتقد أنه إذا عدت إلى مصر من ألمانيا يمكنك أن تغير شيء؟ الممرضات متعبات، يعملن في وظيفتين، ليس لديهن دافع أو قوة. النظام السياسي يدمر هؤلاء الناس. الوظيفة لديكم ليس لديها قيمة. أعتقد أنه من الجيد أن تكون متحمساً، لكن لا أعتقد أنه يمكنك تغيير أي شيء. كلمات استفزتني ومش قادر أقعد على بعضي من ساعتها، مخنوق وبفكر في حالنا. ليه في أي مستشفى بنبقى الأقل رغم إن عددنا أكتر بكتير من المديرين والستاف وكل القائمين على المستشفى؟ أنا المسؤول الأول عن رضا العميل عن خدمتك، أنا ترس أساسي في منظومة المستشفى، أنا إيد الدكتور وعينيه، من غيري الدنيا هتقف ومش هتمشي. بنتعامل أسوأ معاملة، إحنا بنتفتش دونا عن الناس كلها. نتفتش ليه يعني؟ عشان إحنا موردين ولا إيه؟ أنا مش فاهم. اشمعنى الدكتور يعني ما بيتفتش وبيمشي عادي ويخرج ويطلع ومحدش بيقوله بيم؟ التمريض مش اقل اهمية من الدكتور. الدكتور الشاطر بيرفع التمريض اللي معاه، الدكتور الغبي هو اللي بيشوف نفسه احسن من الستاف اللي معاه. انا لازم اكون مرتاح عشان اعرف اريح اللي قدامي. ده انتوا بتفرقوا حتى في الوجبات، المستشفيات هي اللي بتعمل الفرق. وبنرجع نسأل نفسنا ليه في مشاكل كتير والمنظومة مش دايرة كويس؟ عشان كل فرد فيها شايف نفسه الأحسن. المريض في أضعف حالاته ما بيستنجدش إلا بيا. ما تقنعنيش إن واحد شغال 24 ساعة هيقدر يطلع على شيفت تاني عشان يكمل تاني من غير ما يأثر مع المرضى. كلمات استفزتني أوي وحسستني بالعجز وقلة الحيلة. إحنا اللي اخترعنا الطب وإنتوا كملتوه. قادرين نبقى أحسن منكم 100 مرة وهنبقى. الاهتمام بمستوى الممرض العلمي والاجتماعي والإنساني مهم جدا. لازم يكون الممرض بريزنتبل وعنده كوميونيكيشن سكيلز كويسة، بروبر ايديوكيشنال سكيلز، عشان يقدر يتعامل مع الحالة اللي قصاده، يحس بالتقدير ويحب المكان، عشان ده ينعكس على شغله.